السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، خوتي المغاربة، خوتي المناضلين، خواتاتي المناضلات، تحية نضالية كاع جميع المغاربة من طنجة للقويرة والناس اللي في الخارج، والناس اللي ما تيحبوش الظلم وما تيحبوش الحقرة وتيقولوا الحقيقة وتيشهدوا شهادات الله وكيخافوا من الله وما تيخافوا حتى من شي بشر كيما كان. كيعجبني انا اللي كيخاف من الله. والرساله اللي كنوجه لكم اليوم، الرساله ديال دوك الناس اللي كيبغيو ينتقدوا المخابرات المغربيه، الناس اللي عندهم المانضات، الناس اللي كيعيشوا على ظهر الفقير، على ظهر الشعب، جالس في الدار وتيتخلص وما خدام ما والو باش يعرف دوك الفلوس ديال الحرام منين جاو، وجالسين شادين الفيسبوك وتيسبوا الناس المظلومين وكيكتبوا التعليقات الناس المظلومين. واش انا كنقول لكم الناس اللي في القصر مع الملك والملك راه قتلوا با، هو تيقول لي واش كاين شي جديد؟ كاين شي جديد؟ كاين شي جديد؟ شي حاجه اكثر من هذا الشيء اللي واقع في المغرب؟ عاد انا نقول لك واش كاين شي جديد؟ دخل الفيسبوك، الجديد راه قدامك. الناس ديال الحسيمه مظلومين في الحبس، الناس ديال جراده قتلوا دازوا عليهم المخزن بالطنوبيلات، الناس مشاو للحج هربوا عليهم داو لهم رزقهم وخلاوهم بالجوع، والدول كاع العربيه والعالم كيتفرج فيهم وتيضحك على المغرب. النصراني هاز الزرايه بلا ما نقول لك اش كيدير فيها، شدوه وطلقوه، كون شي مغربي دار هكا كون مشاهم أباد للحبس. الناس الرياف هزو غير الراية من غير الراية المغربية، لأن كيما قال الزفزافي الراية ما تبهدلش. الراية المغرب الحمراء اللي فيها النجمة الخضراء بهدلوها الشفارة، عطاوها الناس المواجم الشيخات دايرين لها الحشاكم بلا ما نقول لكم تيشطحوا بيها وتيتشفوا فيها. الناس اللي ما يستاهلوش يهزوا الرايه المغربيه كيشطحوا فيها في موازين كما قال لكم الزفزافي في الفيديو ديالو. النصراني اشوفوك في الفيديو كاش دار بها، شو الرايه المغربيه شنو كيطرى ليها؟ الرايه المغربيه في السعوديه تشفات، تشفوا المغاربه، الملك ما بقى حتى واحد تيحبو كيما بكري فحال شحال هادي، ولات السمعه ديال محمد السادس تطيح الارض وتيعصطو عليه الناس. الوزراء والبرلمانيين سرقوا الشعب، حتى واحد ما قدر يتحاسب معاهم لان عارفين الاسرار ديال الملك اش كيدير. نتوما كتقولوا لي ما هازينش الرايه وما دايرينش، وقال لك واش كاين شي جديد؟ كاين شي جديد اكثر منا؟ اكثر منا سميتو التعليم، دايرين لك لفتو بغرير، قربوا يديروا لك السوتيامات، تقرا على السوتيامات كيفاش كتصنع وكيفاش كدار، يقري ولادنا كيفاش السوتيامات. البغرير قال لكم البطبوط هذا هو التعليم. اشنو قلت لكم؟ قلت لكم الا مشى الملك يخطب على شي حاجه عارفها غادي تفلس. راه في الخطاب قدام الشعب راه تيقول لكم اصلاح التعليم واصلاح الصحه، ولاني من غير التلفازه ومن غير الكاميله تيقول لهم دقدقوا باباهم. وفين الملك دابا؟ دابا عاد حنا نديروا المظاهرات على هذا الشيء اللي واقع في المقررات ديال الابتدائي ديال التعليم، ولادنا عاد نقريوهم على اللفت. ها قال لك واش كاين شي جديد؟ اشنو الجديد اللي غادي نوريك؟ ها عاد انا غادي نقول لك شي جديد لامي ما قاريش. واشي جديد نتوما يا العياشه يا المنافقين يا الظلام يا الحقاره؟ سبيتونا في المقاطعه ديال الحليب، عيرتونا، شتمتونا، والاخرين اللي مستافدين من الدوله والمنضى فابور جالسين حاضرين الفيسبوك تيسبوا فينا وتيعيروا فينا. تبارك الله عليك اخويا عمار، راه ديما متبع الفيديوهات ديالك.
راه ما كاين، ملي كيجي شي واحد للحانوت راه ما تنبقاش نهضر، كنخليه حتى كيمشي. ولبس لبس هاد الرسالة اللي كنوجه لكم، هضروا على الحقيقة، ما تخافوش، رانا الظلم في المغرب. كنت قبل ما يموت محسن فكري وانا كنقول لكم راه مظلوم، قبل ما يموت محسن فكري وانا تنقول لكم راه ظلموني، راه تعداو عليا، راه الناس اللي في القصر مع الملك هما اللي كيديروا هذا الشيء، وما تقتوش فيا. ها هو مات محسن فكري، من بعد مات محسن فكري، فينا هما هادو اللي قتلوا محسن فكري؟ واخا يكون محسن فكري تعدى على هاد الناس، ما يقتلوهش، قتلوه مشى عند الله، وخصي تحاكمو، خصي تحاكمو محاكمة عادلة كما كيتحاكمو الفقراء. سير عند شي فقير ولد الفلاح ولا بناي ولا طالب معاشو ولا كيبيع بطاطا ولا الزعبول، شوفوا قتل شي واحد، شوف شحال ديال الحبس، 30 عام 20 عام 15 عام. وعلاش محسن فكري؟ علاش ماشي مغربي يهودي؟ علاش هادو اللي قتلوه 6 شهور الحبس؟ يلا هابو الدوح محمد كتكتبوا في التعليقات راه غادي يخربق، خليه محسن فكري. ناض الملك تيخطب، اين الثروه؟ هادو اللي داو القسم قدام الملك ما كيقوموش بالواجب. اتقوا الله في الوطن ديالكم، سمعوه الناس ديال الريافه ناضوا كيحتجوا، بغاو يوصلوا الرساله للملك بان المشاريع اللي دشنتي راه ما داروش، تسرقوا. ناض الملك صيفط المخزن، ناض الملك تيخطب تيشجع المخزن بان قابل الواجب ديالو. يومني المخزن قايم بالواجب ديالو، الناس اللي فضحوا المشاريع علاش كتقول اين الثروه؟ راه الناس مشاو كيقلبوا تاع الثروه اللي كنتي كتقول انت. خص دابا المخزن يجي عند محمد السادس يعطيه العصا، حيت علاش يقول اين الثروه؟ حتى هو انفصالي، حتى هو الجزائر وبوليزاريو قالت لي هاش تقول باش نوض البلبله. فكروا مزيان شوي. الملك محمد السادس كيحتج في الفيسبوك، الملك اين الثروه؟ كيقول اين الثروه؟ واش هادو، واش الفقراء كيستافدوا من الثروه ولا غير الاغنياء؟ شكون قال لمحمد السادس يقول هادشي؟ الجزائر مولاتو والبوليزاريو زعزعات الاستقرار المغرب، علاش بغى يفكر الناس الفقراء في الثروه؟ الملك محمد السادس تيحرض الشعب بان الثروه ديالكم يا الفقراء ما كتستافدوش منها، منين هادو الناس كيحتجوا على الثروه وكيحتجوا على المشاريع؟ ناض المخزن تيعطيهم العصا، ناض تيخطب تيشجع المخزن على الوقايم بالواجب ديالو. والله العظيم الا هذا منكر، شتي نقول لكم السياسه خطيره تيعيشها الشعب المغربي. هاد الرسالة كنوجهها للناس اللي كينتقدونا،
الأوراق باش تخطب الملك راه تجي من فرنسا باش تنوض البربالة، والبربالة ما بغاتش تنوض. كاع هادشي الملك تيحرض وتيقتل وتيدير الحبس وتيعتقل عباد الله وتيهرب، غا ملي تشوفوا محمد راه قلتها لكم شحال هادي. شوف اولا ملي تشوف الملك محمد السادس خطف في التلفازه على شي حاجه، اي التعليم ولا الصحه ولا الشغل، عرف غيضربهم التلفه. الا شفتوا محمد السادس مشى خرج السفر على برا، عرف شي كارثه غادي تنوض، راه قلتها لكم. ها ها التعليم، ها اللفتو بغرير والستيامات والكراسن تنقراو عليهم، ها قربوا يقريونا هادشي. الا نسيتو سكتو غايديروها لكم. دابا دخلنا عليكم بالله، الدراري قراو على بغرير والملوي والبطبوط واللفت وخيزو، يوليو فلاحة يتزرعو. ها الاحتجاجات دخلنا عليكم بالله، واش الناس دابا في المغرب باقيين يحتجوا على السبيطار والفلوس والخير موجود في المغرب؟ اشنو قلت لكم؟ وانا تيبقى فيا الحال، وماشي تيبقى فيا في الحال في الشفاره، والشفاره واللفو الشفره، وتيبقى فيا الحال وفي المنتقدين عوال ما يهدروا وينتقدوا الملك ويقولوا لي ها الملك اشنو هاد الشي، وينتقدوا الصفاره وينتقدوا الوزراء اللي سبونا وعيرونا، وينتقدوا هاد التعليم وينتقدوا هاد الشي، كينتقدوا قال لك بودوح محمد اللي تقتل باه، واخا تعيو ما تهدروا وبا قتلتوه. وراء عصابتها في الفيسبوك، العصابتها في الفيسبوك فاش كيمرضوني هي، فاش كيديروا الصوره ديال الملك وتيقولوا اللي اللي بان لي هاد الصوره غادي يكون في المحبين. اش توري ليا؟ قال لك اللي بانت لي هاد الصوره راه قال لك من المميزين ولا من المحبين ديال الصفحه ديالنا. اش الصفحه عندك؟ اش محب؟ اش محب؟ واش صاحبي الشعب تيتقتل والشعب تيتنهب، وهذاك اللي داير ليا في الصوره مشى هارب تيتسرى، مشى هارب شي دوله كيتسرى وتتبرع، وفي البحر كيتبرع والشعب تيعاني، وانت كتقول لي اللي شابنت لي هاد الصوره في الموقع ديالو راه من الناس المميزين ومن اش محبين اش مميزين، اش كتفرشوا راسكم وكتبهدلوا راسكم؟ وراه كانت دايره الصوره ديال الملك فوق راسي، ترازه قدها قداش فيها 3 كيلو في الدقله ليا على الراس، وفيها الصوره ديال الملك من هنا ومن هنا، والسلافتة استنجدوا بك يا مولاي، والرايا والرايا، وكانت سارة في الرباط، وكيتلاقاو ليا الناس بحالكم دابا بحالكم، كيقول لك اجي مالك؟ ها مالك نعاود ليه با 22 عام بوليزاريو، جا طلق الصراح ديالو، الناس اللي مع الملك داو ليه رزقو، ودابا علاش داير ديك الحالة في راسك؟ الصورة ديال الملك قال لك حيد داكشي. واش دابا انت النظريه ديالك انت هذاك اللي فوق راسك داير لي ديك الحاله والصوره ديال الملك غادي يحيد البرقيه ويحيد الناس اللي في القصر ويعطيك انت؟ قال لك سير تتخربق مع راسك، سير وليدي تنعس سير، وسير وليدي دابا مقلوب. اش تنقول؟ كنقول هادو غارتا هما انفصاليين راه ضدنا ضد الملك وهادي، وبقيت متبع القضيه توليت الحقيقه، توصلت الحقيقه. الحقيقه فين بانت الحقيقه؟ شتي الحقيقه ديال الملك محمد السادس فين بانت؟ بانت علي تحيه نضاليه للناس ديال الريف، هما اللي بينوا الحقيقه ديال كلشي، هما اللي بينوا، عراو عليهم، عراو عراو على العروق ديال الصفاره، هي الاحتجاجات ديال الريف ومحسن فكري والمهداوي وحسن اليوسفي، تعرات الرمانه ديال الملك وديال الناس اللي مع الملك تعرات، وتفرشوا. واش تي نقول لكم؟ وتفرشوا، شتي تفرشوا الملك تفرشوا، العصابه ديالو تفرشوا. علاش تفرشوا؟ اين الثروة؟ ناض كيحرض الشعب كيقول لك نوض احتج على راسك، ما عندي ما ندير لك. فاش ناض الشعب كيحتج، ناض صيفط ليه المخزن العصا، وناض تيخطب. كنقولوا ملي دابا المخزن كيعطي العصا يقدر الملك ما في خباروش،
دوك السفاره اللي سيفطوا المخزن من القصر وهذه راه الملك ما يمكنش وما يمكنش ما يمكنش الملك محمد السادس يصيفط المخزن للشعب ديالو ياكل العصا. هاد الشيء ملي كيضربونا قدام البرلمان 5 سنوات وانا قدام البرلمان والمعاقين والمكفوفين والطلبه قدام البرلمان ملي كنمشيو كناكلو العصا. ما يمكنش ما يمكنش امير المؤمنين محمد السادس يشوف المخزن تا يعطينا العصا ويسكت. ما يمكنش عباد الله ما يمكنش. في الحسيمة عاوتاني الناس عباد الله المخزن كنشوف محمد السادس راه تيتبتوه ما تيوصلو ليش الحقيقة. ما يمكنش الملك يشوف الناس تاكل العصا الشعب ديالو شعبي العزيز. وكنشوف في الموكب ملكي ملي كيمشي الملك يزور شي مدينه وتينزل ولي كارد كورتي حبسه هو تينقز على المواطنين وتيسلم عليهم. وتنشوفو في التلفازه تنقول شوف الملك تيحب الشعب ديالو شوف ملك الفقراء. ما يمكنش الملك يشوف بان الشعب تياكل العصا والزرو وما يمكنش. حتى في اخر مطاف كان تفاجأ الملك تيشكر المخزن على قايم بالواجب ديالو في الحسيمه. عاد انا عرفت كلشي هادشي. ما علاش كنقول لكم كلشي هادشي دايرو الملك. الملك عاطي الحصانه للشفاره. ما يمكنش ما كنقول انا هادشي ما يمكنش. امير المؤمنين ملكنا محمد السادس الحب اللي كنحب انا الملك ديالي كتر من ما كنحب با ومالين دارنا. حتى كنتفاجئ عباد الله محسن فكري تقتل وهذاك اللي قتلو ما دوز والو. كنتفاجئ الناس ديال الحسيمه كلاو العصا كيطلبوا السبيطار والمستشفى والمدرسه وفين يخدموا كلاو العصا وتعتقلوا وتقتلوا والاعراب على الابلاق وبزاف والمهداوي. الملك ما فراسوش هاد الشيء. فما هذا الملك تيخطب تيشكر المخزن عواد ما يشكر الناس ديال الحسيمه لان فكروه في المشاريع اللي داروا تسرقوه. يخص يعلق لهم الوسام الزفزافي فكرتيني. والناس زلزال السياسي ديال هادوك خص 40 عام ديال الحبس وتجردوا كاع من الثروات اللي عندهم لان كاع دوك الفيلات وديك الفيرمات غصر السقاره حصلوا. الملك حصل الشفاره يا عباد الله وما مشاوش للحبس. اش تتخربقوا دابا عليا اش تتخربقوا؟ كيقول لك ملي كنشوف شي تصويره ديال الملك وتيقول لك إيه اللي ظهر ليه هاد الصوره اللي ظهرت لي هاد الصوره فهو من المميزين للصفحه ديالنا. اش مميزين للصفحه ديالك؟ اش مميزين؟ اش مميزين عباد الله للصفحه ديالك؟ مميزين للصفحه ديالك هي تنوض تناضل وتقول الحقيقه. وتفرشتو داخلنا عليكم تفرشتو يا العياشة تفرشتو ما علت الله عليكم إلى يوم الدين. والناس ديال الحجة شنقول لهم؟ الناس ديال اليافا سمعوا الملك كيحتج أين الثروة اتقوا الله في الوطن ديالكم هادو ما تقدموش مزيان راه تيسرقوا هادي. ناضوا الناس كيحتجوا ما ربنا يرجعوا لهم دوك المشاريع اعتقلهم. نادو لصقتو ليهم هازين شرايا انفصاليين. الناس ديال الجرادة بديل اقتصادي كيلو في هو هو تسر تسر
تحية نضالية المناضل والمناضلات. تبارك الله عليك اخويا عبد الاله. تنشكر الناس ديال تيفلت كاملين. اي واحد من تيفلت ولا تيفلت كنسوفها كنتفكر العذاب اللي داز عليا في تيفلت. ولاني راه ماشي الناس ديال تيفلت، الشفارة ديال برقية وعرشان، الشفارة ديال برقية وعرشان، الشفارة ديال برقية وعرشان. هما اللي عذبوني، هما اللي قتلوا با، هما السبب ديالي في هاد الفيسبوك اللي كندير. يا اخوتي المغاربة، يا اخوتي المغاربة، سمعوا ليا مزيان. لين نجيكم، لين نجينا، لين نجينا وين نجيكم من الناس اللي كاين في القصر، الناس اللي عندهم السلطة يتعدوا عليك. يا اخوتي المغاربة، العذاب اللي تعذبت انا والوالد ديالي ما عمر غادي ننساه. الملك محمد السادس قتل با برقية وعرشان، رئيس الجهة في القصر الملكي، وجوج المربية ديال الملك. والتحية نضالية.